ليل يا ليل. يتزامن اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي. هو من مواليد 24 فبراير سنة 1945 من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. درس محمود الجندي في مدرسة الصنايع وتخرج من قسم النسيج وعمل في أحد المصانع، ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما. انضم محمود الجندي للقوات المسلحة كمجند لمدة 7 سنوات في سلاح الطيران بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما، وشارك خلالها في حرب أكتوبر. وبعد الحرب عاد للتمثيل، ولكن بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، وكانت بداية نجوميته عام 1979 في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة. دي صورة بابا كنت عايز اعلقها. ومن امتى بنعلق صور في المكان ده بالذات؟ ايوه بابا، اصلها مش صورة حد غريب يعني. من صورة مين وليه؟ انا ومن ثم ظهر في مسلسل دموع في عيون وقحة مع النجم عادل إمام. بدأت نجومية محمود الجندي بعد ذلك من خلال مسلسل الشهد والدموع، واللي مثل فيه دور الابن والأب، وبعدها شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. ومن أبرز مسلسلاته رحلة السيد أبو العيلة البشري، وأنا وإنت وبابا في المشمش، وأيضا عائلة الأستاذ شلش، وضمير أبلة حكمت. وده اللي خلاني ألاقي الفكرة اللي قلت لك عليها يا أشرف. شوقتينا أبلة. وانت يا بهاء، بغض النظر عن التحقيق في موضوع رجوات، أما في السينما فشارك محمود الجندي في أفلام شمس الزناتي مع عادل إمام، والتوت والنبوت، واللعب مع الكبار، كما قدم مع الفنان كريم عبد العزيز العديد من الأفلام، منها واحد من الناس وخارج على القانون. وإحنا عبد ملناش غير اللي خلقنا، اللي رزقنا وعبرنا بإيديه. صل لله ركعتين محمود وسأله، وإن شاء الله اللي فيه الخير هو اللي هيحصل. توفي محمود الجندي يوم الخميس 11 إبريل 2019 عن عمر يناهز 74 عاماً بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر نتيجة إصابته بأزمة قلبية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وترك وراءه العديد من الأعمال الفنية المميزة التي نتذكرها جميعاً. لو كنت أعرف بإن الوعد متداري ما كنت أطلع ولا أخرج أصل من دار، يا ريت ما حبيت ولا كان العذاب جاني، وداري على بلوتك يا اللي ابتليت داري. الحقيقة فنان مميز الله يرحمه أستاذ محمود الجندي. هو كمان غنى وعمل ألبوم سنة 1990، لكن في أحد اللقاءات التلفزيونية ليه قال أنه ما قدرش أنه هو يكمل في مجال الغناء برغم أن صوته كان جميل، وكنا بنسعد بيه لما بيقول موال كده في مسرحية أو في عمل فني بيقدمه سواء دراما أو سينما. الحقيقة كلنا يعني بنفتقده، وبالتأكيد كان دوره في رمضان كريم هذا المسلسل كان أكثر من رائع يعني، وكان ختام لأعماله.